بين كل صنف واسم الصنف، واحدة الوسطى وواحدة الصغرى وواحدة الكبرى. ايه تاني؟ الباركود، رقم الباركود. مجموعة الصنف، غريبة أوي. أنت مش عايز تخش معاهم ليه؟ ليه تخش معاهم؟ في إيه مالك؟ هنا كود باركود ومجموعة الصنف وآخر حاجة، وممكن نزود بعد كده حاجات تانية. هيكون معانا نوع الصنف، أدي كده مجموعة الصنف و موديل الصنف. الموديل هنيجي نعمل تلوينة بسيطة كده ونخلي كل الجزء ده كله باللون اللبني الفاتح السماوي ده، والكتابة باللون، وهنا نفس الشكل كده باللون الأزرق الداكن، وبرضك الكتابة فاتحة. ده هيتسمى تكويد، تكويد واحد، تكويد 1. يبقى احنا الكلام ده هنخش هنا على اسمها النيجاتيف تقريبا، ده فين بقى التكويد 1؟ بس هنسحبها كده في هذه الجزئية، بس نكتب بقى، هنعدل من هنا تاني. يبقى هنا البيانات الأساسية، البيانات الأساسية هنشيل طبعا دي، المسطرة دي هنشيلها من خلال نقف عليها كده. هنخليها نيرس، يعني ما تجيبلهاش اطلاقا. ماشي كده، بنضغط على بيانات اساسيه عشان مفيش الا واحده بس. هنختار حاجه تانية، نختار حاجه تانية وليكن تيك 2. خطورة الصنف، نوع الخطورة، نوع الخطورة، مكونات الصنف، السعر، سعر الصنف، سعر الصنف بالوحدة الكبرى، سعر الوحدة الصغرى، سعر الوحدة الوسطى، سعر الوحدة الكبرى، طبعا مش الحاجات دي كلها مش أساسية، ده ممكن نتسعر خارج الجزئية دي. تاني ممكن نعمله في التسعير، حدد طلب الصنف، حدد طلب الصنف، يعني انت دبره لما يبقى عندي رسيد.
امتى عشان اطلب؟ ايه تاني بالنسبة للصرف؟ بلد الصن المورد. ده تي تأكيد اتنين، تأكيد اتنين. هنيجي هنا عند اللي هو تكوين الأصناف، نخش على السب فورم اللي هو فيه النيجاتيف، هنجيب بقى التيك تيك ده وهنضيف في هذه الخانة، معلش أنا آسف. لا احنا بص بقى، عشان ناخد بالك لازم تجيب التيك تي 1 ديت في وضع تاني خالص غير الوضع ده. ايه هو الوضع اللي هو الوضع ده؟ بعد كده اجيب التي كي اللي هو اللي احنا عملناها، هتنضم كده وهي تبقى البيانات الاخرى، اي بيانات الفرعيه. كده لما نضغط البيانات الاساسيه يضغط البيانات الفرعيه زي ما انت شايف، بس الاساسي هو الاساس، ما ينفعش يبقى فيه فراغ، لكن الفرعيه ممكن تسيب البيانات فاضيه. هنعمل شويه ضبط هوامش كده عشان يبقى فيه توحد في الموضوع ده. هنيجي هنا هنشوف المقاسات، المقاسات هنخلي المقاسات، هناخد المقاسات دي، ادي اول مقاس، المقاس التاني والمقاس التالت عشان يبقى فيه دقة في البرنامج، والمقاس الرابع. عشان نظبط ده مع ده مع زميله، نخش هنا ونضيف المقاسات. المقاس الأول هنا مظبوط، هنا مظبوط، بس هنا مش مظبوط. ماشي ماشي، ده مظبوط وده مظبوط. هنخش هنا على التالتة، ونيجي هنا نخش هنا مقاس مظبوط 3 9 7، وهنا بالظبط. يلا بينا ونشوف كده. على تأكيد أصناف، أنا شايف بالملي بالملي.